هنصلي الأول. بسم الله أبو الابن روح القدس لنا واحد أمين. إلهنا الصالح الحنون ربنا يسوع المسيح، نشكرك يا ربي على عنايتك ورعايتك وحفظك لينا يا رب. نشكرك يا رب لأنك أنت معانا من أول رحلة أعمال الرسل اللي بدأناها تقريبا من صيام الرسل وحتى الآن، ووصلنا لغاية الإصحاح الـ16. نشكرك لكل حاجة فتحت عينينا ليها، وكأننا فعلا يا ربي بنشوفها لأول مرة، وكأننا بنستفاد منها لأول مرة. فتحت عينينا يا ربي على ناس جبابرة بيخدموا بقلبهم، وخدام جبابرة بيخدموا بقلبهم من أبائنا الرسل والآباء الرسولين. شفنا يا ربي حاجات كتيرة وعجيبة، شفنا يا رب عجيب من كتابك المقدس وكلماتك المحيية. ساعدنا يا رب وإحنا بنبتدي النهاردة الإصحاح الـ16 تكون معانا، وتفتح يا رب قلوبنا قبل أذهاننا عشان نقدر يا ربي نستفاد من كلماتك ومن رسالتك اللي عايز تبعتها لضعفي ولكل واحد معانا فينا بيحضر النهاردة. من أجل شفاعة أم النور العذراء مريم ملاك جليل مخيل المتاكلة، اسمعنا عندما نعوق بشكر نقاء لين يا أبانا الذي في السماوات. رحلة أعمال الرسل وصلت لغاية الإصحاح الـ16، والنهاردة بنعمة ربنا الإصحاح الـ16 بنبتدي منه، بنشوف منه الرحلة التانية، عشان كده بسميها رحلة، الرحلة التانية للقديس بولس الرسول. إحنا خلصنا الرحلة الأولانية التبشيرية الأولى يعني للقديس بولس الرسول، وبنعمة ربنا بناخد النهاردة رحلته التانية هنشوف لفين. أول آية بتقول: ثم وصل إلى درب ولسترا وإستلميس، كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. الرحلة دايما كانت في انطاكيا. تفتكروا حضراتكم احنا وقفنا عند انه هو الرحلة الأولى خلصها ورجع إلى انطاكيا، راح قبرص وبعد كده راح لتركيا وبعد كده رجع تاني لانطاكيا، ومن انطاكيا طلعت قصة التهود، ومن انطاكيا نزل لأورشليم عشان يحضر مجمع أورشليم هو والقديس برنابا، وبعد مجمع أورشليم رجع تاني على انطاكيا سوريا. كان في انطاكيا سوريا وكان في انطاكيا في تركيا علشان ما نتلخبطش فيها. فطلع منين؟ طلع من انطاكيا سوريا تاني. دي بداية الرحلة التانية، فاكرين في الآية اللي هو قال ان هو اقترح على القديس برنابا عايزين نرجع تاني نفتقد الإخوة اللي احنا يعني بشرناهم في الأول. ففعلا القديس بولس، وبعد كده حصلت قصة ان القديس بولس اختار سيلة يساعده، والقديس برنابا خد القديس مرقس. القديس برنابا والقديس مرقس راحوا عند قبرص، وده الموطن الرئيسي بتاع القديس برنابا، والقديس بولس طلع على نفس الخط، طلع على تركيا. وهنشوف حاجة ظهرت هناك في تركيا we mentioned it last time، يعني احنا جبنا سيرة عنها المرة اللي فاتت، بس هنشوف إيه اللي حصل هناك في تركيا. هقولها لكم بسرعة كده: طلع من سوريا، من انطاكيا سوريا لطرسوس برا تركيا، طلع بعدها على الدربة في تركيا، الدربة دي برضو من المرة اللي فاتت، ولسترا في تركيا، وأيكونية في تركيا، وترواز في تركيا، وبعد كده دي كانت آخر حاجة في تركيا، كانت ترواز دي كان ميناء في تركيا. فراح بحرا، كل ده كان برا، اللي فات ده كله برا، مدن بريه. بعد كده من ترواس علشان دي كانت ميناء، راح لميناكوليس في اوروبا، ومنها لفيليبي، بعد كده انثيبوليس في اوروبا، كل ده في اوروبا. بعد كده ابولونيا، سالونيكي اوروبا، بيريا اوروبا، اثينا اوروبا، وبعد كده راح من اثينا في اوروبا راح برا لمدينة اسمها كنخاريا في اليونان، وبعد كده في كورنثوس في اليونان برضو، وبعد كده من اليونان رجع على تركيا، أفسس في تركيا بحرا، من اليونان راح بحرا تاني لأفسس في تركيا، ومن أفسس في تركيا لاح في قيصرية في فلسطين، وبعد كده إلى أورشليم. يبقى ابتدى من انطاكيا بسوريا، راح كذا مدينة في تركيا، بعد تركيا راح على أوروبا، أوروبا على اليونان، اليونان على فلسطين، على أورشليم تاني. دي نشوفها من هتمشي معانا يعني أو بدأت معانا من أعمال 15 وهتمشي معانا لغاية أعمال 18 آية 22. كل ده بتحكي إيه اللي عملوا في الرحلة التانية التبشيرية التانية.
استغرقت الرحلة دي قد إيه؟ استغرقت حوالي 3 سنين، من 51 ميلادية إلى 54 ميلادية، حوالي 3 سنين، 3 سنين ونص يعني. كل التفاسير بتقول إنها في الرينج ده. ثم وصل إلى دربة ولسترا وإيس تلميذ. تلميذ برضو إحنا مش عايزين ننسى إن دايماً تلميذ أو إخوة أو أخ أو الألفاظ دي كانت تطلق على مين؟ مسيحي. فتلميذ هنا بمعنى كان مسيحي، وإذ مسيحي كان هناك اسمه تيموساوس. مسيحي هناك كانت تيموساوس معناها إيه؟ إنه بقى مسيحي ليتلي، يعني مؤخراً. فالآباء كلهم بيقولوا إن تيموساوس غالباً من الناس اللي آمنوا بالقديس بولس في الرحلة الأولى، الإرسالية الأولى، الرحلة التبشيرية الأولى، اللي كانت بس كانت بولس وبرنابة، هو غالباً تيموثاوس آمن فيها بالسيد المسيح. تيموثاوس كانت أمه اسمها إفنيكي، وإفنيكي معناها الإرادة المنتصرة. آية 2 يقول وكان مشهوداً له، بيتكلم على تيموثاوس، كان هناك اسمه تيموثاوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. فعندنا الأم يهودية مؤمنة مسيحية، يعني يهودية مسيحية، وكان أباه يوناني. كان مشهودا له، فتعود على تيموثاوس، كان مشهودا له من الإخوة الذين في ليسترا وأيقونية، وإخوة تاني عايزين نقول إنهم المسيحيين. كان الكل بيشهد بأعمال القديس تيموثاوس وبخدمته، وبرضه يبين في حاجة، يبين دور الأم التقية في التربية. يعني برضه مش عايزين نغفل الدور ده. وتشوفوا سهل لما يكون في طرف على دين معين وطرف على دين آخر، سهل إن الابن أو الابنة يختار إيه؟ الطرف الأسهل، الطرف الأسهل، يعني الدين الأسهل. طب لا، أنا همشي تبع بابا أو أنا همشي تبع ماما، أيهما أسهل؟ لكن نشوف هنا دور الأم في إن لا، ده طلع تيموثاوس بيختار فعلا اختيار صحيح نتيجة تعليم صحيح، ونتيجة دور مهم للأم، في دور محوري للأم في حياة القديس تيموثاوس، مش بس بيستسهل أو يعني بيمشي تبع الأسهل طبعا، لأن المسيحية دعوة للتعب يعني، والخدمة دعوة للتعب، لكن لا هناك لا في أصوام ولا في صلوات ولا في أي حاجة من الحاجات، ولا في محاربات زي كده، ولا في تعب زي كده، وكمان شوية هيخرج يساعد القديس بولس الرسول، فمفيش الحاجات المتعبة البشرية المتعبة حسب الفكر البشري يعني. ده آية 3 يقول فأراد بولس أن يخرج هذا معه، هذا كلها تعود على القديس تيموثاوس، فأخذه وختنه، ختن تيموثاوس. ليه ختن تيموثاوس؟ لأنه كان أباه يوناني، وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. اتكلمنا عليه الموضوع ده يمكن من قبل المرة اللي فاتت، من المرة اللي قبل اللي فاتت كمان يعني. كان سؤال واتسأل ليه القديس بولس عمل كده وختنه، وقلنا ملهوش دعوة خالص قصة إن القديس بولس مع الختان أو ضد الختان، بل بالعكس هو كان موقفه واضح، موقف القديس بولس واضح دايما إنه ضد الختان، وإن مش محتاجين الختان، بل بالعكس كان بيوقف قصاد الناس اللي بتقول لا، لازم اللي داخلين الإيمان الجديد لازم يختتنوا لو حضراتكم تفتكروا. فكان القديس بولس ما ختنوش بناء على قناعته الشخصية بأهمية الختان، ولكن ختنوا لأنه هو أخذه معه، أراد أن يخرج هذا معه. قديس بولس بقى له نظرة في مين اللي هو ينفعه في الخدمة، مين الشخص، مين الشخص اللي يكون مفيد له في الخدمة، وبناء عليه قال طب ده هو مفيد في الخدمة جدا بالنسبة لي، بس عنده مشكلة، أنا أخش بيه مجمع اليهود إزاي وأنا كل يعني مركزي في بشارتي دايما تبتدي عند مجمع اليهود اللي هو المكان اللي بيصلوا فيه، طب هيدخل ازاي وهو غير مختتن؟ فكان لازم يختتنه علشان يقدر يبقى حر الحركة معايا، مش عايز حاجة تعطله. عارفين الشخص اللي هو بس مركز على الخدمة ومركز على البشارة، مش عايز بقى حاجات روتينية تعطله. بل هنا برضو القديس بولس تحسب له أنه اتصرف بحكمة علشان راح وختن تيموثاوس.
والحكمة هنا إنه كان عايز يربح اليهود، وهو ده اللي قاله في كورنثوس الأولى 29 لما قال إيه؟ صرت لليهود كيهودي لأربح اليهود. كان قصده الموقف ده، إن أنا عايزين تكونوا يعني عايزين تشوفوا إن أنا يهودي، وإن أنا بقدر إن ما فيش حد من المجمع، ما فيش حد من الغير اليهودي يخش المجمع إلا إذا كان مختتن، لأن هو كان نصف يهودي ويوناني ونصف يهودي. خلاص أنا هعمل كده، فصرت لليهود كيهودي، دي حكمة علشان أربح مين؟ أربح اليهود. آية 4 يقول: وإذ كانوا يكتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم به الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. وإذ كانوا يكتازون، مين اللي بيكتازون؟ بولس، سيلا، تيموثاوس معاه، كانوا بيسلمونهم القضايا. القضايا المقصود بها هنا إيه؟ الرسل لو تفتكروا حضراتكم بعد مجمع أورشليم راحوا معاهم ليترز، خدوا الإقرارات اللي طلعت أو نتائج المجمع، مجمع أورشليم يسموها إيه؟ قرارات مجمع أورشليم، كانت مكتوبة، فخدوها مكتوبة وكانوا ده اللي مقصود بها القضايا، فكانوا بيسلموهم للمؤمنين الجدد. خلي بالكم آخر مجمع قال أوكي إن اللي داخلين جداد مش محتاجين إن هم يختتنوا، مش محتاجين إن هم نحفظهم، يعني قصة الناموس والكلام ده كله مش محتاجين، قصة الختان والناموس والكلام ده كله، ودولهم قرارات المجمع اللي قالها القديس يعقوب في الآخر واللي إحنا عدينا عليها. مش محتاج ده لأنك أنت اتعمدت خلاص، بس هتمتنع عن المخنوق والزنا والدم والكلام ده كله اللي إحنا خدناه. 5: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. الآباء المفسرين يقولوا إن الآية دي ممكن تكون آية قائمة بذاتها، وبتبين لنمو الكنيسة ونمو الكلمة والإيمان ونمو عدد المؤمنين. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، لكن كمان ممكن تكون تعكس وجود إن وجود قرارات من المجمع عمل فصل في الخلاف اللي ظهر من ناحية اليهود المؤمنين ورغبتهم إن الأمم يتبعوا طقس معين وناموس معين. فعايز يقول إيه؟ إن القرارات دي ساهمت الكنيسة تثبت في الإيمان، عوض عن إن أنا أقضي الوقت واستنزف الوقت في مناقشة ومجادلة ونقاش والكلام ده كله. هقولها تاني علشان أبقى أوضح أكتر. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم، قد تكون آية لوحدها قائمة بذاتها بتقول بس إن يا جماعة الخدمة بقت تزداد وتنمو ونشكر ربنا والكلام ده، آية بسيطة خالص يعني خاصة بذاتها. أو برضو المفسرين هم اللي بيقولوا إن قد تكون دي نتيجة القرارات. يعني إيه نتيجة القرارات؟ عايز يقول إن علشان كان في قرارات نزلت وكان في أمور واضحة من مجمع أورشليم، ده ساهم في إن إحنا نشتغل، إن إحنا نبني، ما نقضيش الوقت في المناقشات، ما نقضيش الوقت نقول هل الختان كويس ولا مش كويس، هل نحن الختان نمشي فيه ولا ما نمشيش فيه، طب اللي داخلين نعمل، لأنه واضح إنها خدت أياما كثيرة وتاخد مجهود كتير. فالمجهود ده بدل ما يستنزف في النقاش ده، لا، المجهود ده إحنا نشكر ربنا بقرارات مجمع أورشليم ساهم في إن المجهود يكون إيجابي مش مجهود سلبي. المجهود السلبي بنقضيها في نقاش، ويا ترى الكتاب بيقول إيه، ويا ترى الرأي بيقول إيه، ويا ترى الكنيسة بتقول إيه. فعلشان دي اتحطت وتحددت خلاص وبقت كلير، فالمجهود كله راح في الناحية الإيجابية، إن إحنا في التبشير، تجديد الكنائس، زيادة الإيمان، فزيادة العدد. فهمتوا حضراتكم الآية؟ ممكن تتفهم بالناحيتين. آية 6: وبعدما اجتازوا في فريجيا وقرى غلاطيا منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. وده برضو أعتقد كان سؤال اتسأل يمكن من مرة أو مرتين حاجة زي كده يعني. فريجيا وغلاطيا في آسيا الصغرى، دي في آسيا الصغرى تركيا، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، مش المقصود بها قارة آسيا، لا، بس آسيا هنا تعود على آسيا الصغرى اللي هي تركيا. هناك القديس بولس والقديس سيلا بشروا هناك في التوقيت ده، بشر كنيسة غلاطيا
في التوقيت ده بشر كنيسة غلاطية ويقول الآباء إنه كان مريض. علشان كده بنسمع بنقرأ بعد كده في رسالته لغلاطية قال إيه؟ قال تعلمون إني بضعف الجسد بشرتكم في الأول. فهو بشر في الأول كنيسة غلاطية، وكان بعد كده قال في رسالته يعني تعلمون إني بضعف الجسد بشرتكم في الأول، يعني في المرحلة الأولى يعني. وبعدما اجتازوا في فريجيا وكرة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. آسيا هنا زي ما قلت لحضراتكم مش قارة آسيا، لكن دي في غرب تركيا، مقاطعة في غرب تركيا اسمها آسيا، ومقاطعة عاصمتها أفسس، ودي فيها السبع مدن اللي سفر الرؤيا بنقرأ فيها إنهم الملاك اللي بعت رسائل للسبع مدن، هي دي المقصودة بها، هي دي اللي اتذكرت في سفر الرؤيا. آسيا دي فيها السبع مدن اللي أرسلت لها الرسائل في سفر الرؤيا. سبعة وثمانية، فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس. ميسيا هي مقاطعة في شمال غرب تركيا، يبقى هم كانوا عايزين يروحوا غرب تركيا في آسيا منعهم الروح. طيب نروح نحاول نذهب أتوا إلى ميسيا، وميسيا حاولوا يذهبوا شرقا لبثينية، طلعوا الميسيا الأول بعد كده كانوا عايزين يروحوا شرقا شوية لبثينية. بثينية دي برضو في تركيا بس شرق ميسيا، دي اللي لم يدعهم الروح إنه يروحوها، ما يروحوش بثينية. بثينية دي يقولوا إن عاصمتها نيقيا، نيقيا دي اللي اجتمع فيها المجمع المسكوني الأول. وترواس زي ما قلت لحضراتكم إن ترواس دي ميناء في مقاطعة ميسيا على البحر نفسه، على البحر الأبيض، علشان دي كانت آخر نقطة، عشان كده دي كانت آخر نقطة في تركيا اللي خد منها المركب ومشي بحرا بعد كده وراح على أوروبا. الرسل بقى كانوا عايزين يروحوا شرقا لبثينية بعد ميسيا دي، كانوا عايزين يروحوا شرقا لبثينية، لكن الروح القدس منعهم وخلاهم يروحوا من الناحية التانية من الميناء، يعبروا البحر ويروحوا إلى اليونان من ميناء ترواس. فراحوا بدل بثينية شرقا راحوا إلى اليونان من ميناء ترواس، وميناء ترواس احنا قلنا إن هو ميناء على البحر الأبيض المتوسط. آية 9 يقول وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلى مقدونية وأعن. مقدونية هي أول مقاطعة في أوروبا في اليونان، ودي عمل ربنا بقى، هو عنده خطة، قديس بولس عنده خطة وعايز يزور بلد معينة والروح القدس يمنعه. قد يكون ان البلد لسه مش ريدي، قد يكون ان البلد مش الناس مش مستعده anyway. بس الروح القدس شاف ان الاحتياج الاكتر لمقدونيه، فظهر رجل في الليل بيطلب من القديس بولس اعبر الينا واعين. فراحوا مقدونيه اللي هي اول حاجه في اوروبا في اليونان. مقدونيه دي خرج منها الاسكندر الاكبر مقدوني نسبه ليها. أعبر إلينا وأعنا، أعبر يعني أعبر للتبشير في أوروبا. هنا بالروح بيحرك مين جاهز ومين مش جاهز لسماع كلمة ربنا، وربنا بيتعامل كده مع أولاده، بيتعامل مع أولاده وخدامه بطريقة مختلفة حسب كل واحد. يعني إبراهيم فور إكزامبل، إبراهيم أب الآباء ما قالوش هيروح فين، ولا قال له اسم المدينة إيه، ولا قال له حاجة. كل اللي قاله له اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، بس كده تكوين 12 واحد. ودي على فكرة قالها بالنص كده، لو رجعتوا ليها في أعمال 7-3 هتلاقي القديس ستيفانوس وهو بيكلمهم قال لهم نفس النظام في عزة القديس ستيفانوس قبل ما يستشهد، قبل ما يرجموه، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، بس كده. لا جاب سيرة عن إيه اللي رايحه ولا هعمل إيه ولا الكلام ده كله ولا حتى اسم الأرض إيه، ما جابش سيرة. لكن تعامله هنا مختلف، اعبر انت رايح فين، انت رايح لمقدونية، اعبر علينا واعين. الله برضو هنا بيرشد الخدام لمين هو محتاج او جاهز. يمكن نسمع قصص كتير في الافتقاد خصوصا في مصر، يقول انا ما كنت انا غلطت في البيت ودخلت عند
عند حد تاني وبخبط عليه ويكون هو ده حسب الاحتياج. فنفس النظام يعني الروح القدس الله هو أمس واليوم وإلى الأبد يعمل بنفس الأسلوب. ده جاهز دلوقتي أو ده محتاج دلوقتي، ده محتاج أكتر. لفظ أعنا بالظبط كده تدل على الاحتياج، تدل على الاحتياج إلى الإيمان في حياتنا رغم أنها مجدونية. يعني إيه مجدونية؟ يعني اليونان، إحنا عارفين حضراتكم اليونان هي الحضارة، اليونان هي الثقافة، اليونان هي اللغة الأولى زي الإنجليش دلوقتي. الإنجيل لما يتكتب يتكتب باليوناني، الثقافة كلها يونانية، عندهم ميناء وعندهم تجارة واقتصاد، ومع ذلك في شيء يفتقدونه. عشان كده أعبر إلينا وأعنا، رغم أنه عندهم كل حاجة، عندهم كل حاجة، بس نفتقد لإيه؟ نفتقد إلى الإيمان. وده اللي يبين أن الشبع مش بس بالحاجات، كل الحاجات دي ولا حاجة. لو كل الحاجات دي هذه تزاد لكم، ولو واحد مفتقد بس لربنا، مفتقد للكنيسة في حياته، مفتقد لدور الكنيسة في حياته، مفتقد لعلاقته بربنا في بيته أو في كنيسته أو مع الآخرين، بيبدو وكأنه يتساقط كأوراق الشجر لأنه بلا مرشد. آية 10 يقول فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج، طلبنا أن نخرج، فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مقدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. طلبنا الكل يعني كل المفسرين أجمعوا على كلمة طلبنا دي ووقفوا عندها. هي كلمة يعني عدت عليها ولا خدت بالي خالص، بس لما ابتديت أقرأ لقيت المفسرين كلهم وقفوا عند كلمة طلبنا. فلما رأى الرؤية الوقت طلبنا، فيها إيه؟ فيها صيغة الجمع. قال لك أصل هنا ضمير المتكلم ابتدى يتكلم، مش القديس لوقا هو اللي كتب، وإن اللحظة دي بقى القديس لوقا he joined them، ابتدى يخش في المجموعة اللي بتبشر دي، التقى بالقديس بولس ورفقاه هنا، لأنه كان في ترواس، كان في الميناء، وبولس وسيلة كانوا جايين لترواس علشان يروحوا إلى مقدونية حسب الرؤية اللي هو اسمعها، فيروح لهم بحرا فقابلوا القديس لوقا هناك، فراح ابتدى يتكلم بضمير المتكلم، طلبنا أن نخرج إلى مقدونية. وعشان كده هو فهم وعارف موضوع الرؤية من القديس بولس، وخرجوا كلهم، عارف أن ربنا بيوجههم إلى اليونان اللي متعطشة للإيمان. نقطة أخرى هنا الأباء يذكروها، وهي عدم ذكر القديس لوقا اسمه، طلبنا بس كده، لا ذكر اسمه ولا ذكر خدمته. والقديس بولس نفسه هو اللي شهد له في رسائله، شهد له في أكتر من رسالة الحقيقة، شهد له في كولوسي 4:14 لما قال إيه؟ يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب. وذكروا برضو في تيموثاوس الثانية 4:11، كولوسي 4:14 وتيموثاوس الثانية 4:11 لما قال لوقا وحده معي. وفي كورنثوس الثانية 8:18 قال عنه برضو بس من غير ذكر اسمه، وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس، مدحه في الإنجيل بيتكلم عن قديس لوقا في جميع الكنائس. آية 11 يقول فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ثاموثراكي وفي الغد إلى نيابوليس. قديس بولس ورفقاء في التبشير سيلا وقديس لوقا سافروا من ترواس وميناء في تركيا، سافروا بحرا إلى نيابوليس، وده ميناء مدينة اسمها مدينة فيليبي. عدوا على إيه؟ عدوا على ثاموثراكي، دي جزيرة صغيرة ما بين ترواس اللي في تركيا وبين نيابوليس اللي في فليبي اللي هي في اليونان. فما بين تركيا، ترواس تركيا، ونيابوليس اليونان، كان في جزيرة صغيرة عدوا عليها اسمها ثاموثراكي. 12 و13 ومن هناك، من هناك اللي هي ايه؟ نيابوليس، الى فيليبي التي هي اول مدينة من مقاطعة مقدونية وهي كولونيا. فأقمنا في هذه المدينة اياما، وفي يوم السبت خرجنا الى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعن. دول آيتين،
12 و13. مقدونية كانت المقاطعة، وفيليبي كانت المدينة، زي كده زي ما تقولوا كده عندنا الولاية أونتاريو وجواها مدن تورونتو، ميسيساغا، برامبتون. فمقدونية كانت المقاطعة وفيليبي كانت جواها المدينة، جوه المقاطعة دي. فيليبي اتسمت على اسم الإمبراطور فيليب الثاني. فيليب الثاني ده والد الإسكندر الأكبر. كونه قال أول مدينة التي هي أول مدينة، الآباء يقولوا فيها حاجة من الاثنين، يا إما كان قصده إنها أكبر مدينة في المقاطعة، يا إما كان قصده أول مدينة يدخلها الإيمان، عشان كده قال أول مدينة التي هي أول مدينة من مقاطعة مقدونية. أول مدينة بقى قابلتهم دخلت الإيمان، أكبر مدينة أيا كان. وهي كولونية، يعني إيه كولونية دي؟ نفهمها علشان ليها معنى سياسي. القوانين اللي في فيليبي، احنا في فيليبي دلوقتي، فيليبي في اليونان، القوانين في فيليبي نفس القوانين اللي تسري في روما تسري في فيليبي، ده معناها كولونية. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ان ده امتياز ادوه لاهل المدينة اللي هي مدينة فيليبي، بنتكلم على فيليبي. الامتياز ده معناها ان كنتوا تحت الرعاية الرومانية، والمواطنين فيها ليهم امتيازات، يعني كأنك مواطن روماني بالظبط، ما فيش جلد، ما يتجلدوش، ما يتقبضش عليهم إلا في حالات خاصة، ظروف معينة خالص. ممكن يرفعوا شكواهم لفوق حاكمهم، يرفعوها للإمبراطور نفسه. فكان عندهم امتيازات. السبب اللي خلوهم يساووها بروما إن أغسطس قيصر انتصر فيها بجيوشه على أعدائه في فيليبي دي. أغسطس قيصر انتصر على أعدائه سنة 42. أقمنا في هذه المدينة أياما وفي يوم السبت. ليه السبت؟ لأن طبعا زي ما احنا عارفين بيدور على المجمع. المجمع هينعقد إمتى؟ هينعقد يوم السبت طبعا. ده تجمع اليهود اللي هو دايما بيبتدي منه القديس بولس علشان يقدر يكلم الناس، سواء يهود لسه ما أمنوش، أو سواء أمم بيجوا برضو يحضروا التعاليم اللي بيحبوها دي. خارج المدينة عند النهر في يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند النهر. إيه خارج المدينة عند النهر دي؟ يقول الآباء فيها كده، مجمع اليهود كان خارج المدينة. ده حاجة من يعني كذا أوبشن، يعني يا إما خارج المدينة لأنها كانت مدينة حربية، بتكلم على أغسطس قيصر، بتكلم على حرب حصلت في 42 وآمن، وقد يكون عشان موقعها في اليونان وميناء ما اعرفش ايه والكلام ده كله، يعني موقعها يعني خطير، مدينه يعني حربيه اكتر منها تجاريه، فاليهود ما لهمش انهم يعني مش اصل البلد، ما لهمش من اصل ولاد البلد، يعني ما لهمش انهم يخشوا جوه المدينه. قد يكون حاجه زي كده، لا انتوا ما لكوش انكم تبنوا المجمع بتاعكم جوه المدينه، عايزين ابنوه خارج المدينه. قد يكون ده كان احد الاسباب. او السبب الثاني يقولوا برضو ربما رفض أهالي المدينة نفسهم إن اليهود يبنوا مكان ليهم للعبادة، مش عايزين اليهود يبنوا مكان للعبادة جوه المدينة، فبنوها بره عند النهر، وهي ما كانتش مجمع يعني بمفهوم المجمع، بس كانت حاجة زي صالة اجتماع. صالة الاجتماع دي بنوها جنب النهر، وبرضو الحقيقة كل أجمع على إن جنب النهر دي سهل عملية. تعرفين المجمع عندهم اغتسال وعندهم تطهيرات وقبل الصلاة والكلام ده كله، فسهل عملية الاغتسال والتطهير اللي بيحتاجها اليهود في طقوسهم في العبادة. يعني في الاجتماعات دي جلسوا بعد الصلاة للكلمة الروحية، يعني برضو عندهم صلاة وعندهم كلمة روحية. خرجنا إلى خارج المدينة عند النهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا، يعني خلصوا الصلاة خلاص اللي عايزين يعملوها واستخدموا النهر في التطهيرات والكلام ده كله، وجلسنا وكنا نكلم، يعني بيبقى فيه كلمة روحية بعد الصلاة، وكانت النساء أكثر حضورا من الرجال. الظاهر إنها حاجة يعني عبر الأجيال برضو، غالبا النساء بيكونوا أكثر حضورا من الرجال في الاجتماعات، وقد يكون عشان الرجال بيشتغلوا يعني أكثر، إذا كانت دي بتبقى في النهار. يعني عايزين نقف هنا نتأمل شوية في حتة اللي هي عد عليها في آية 11، توجهنا بالاستقامة إلى التمثراكي وفي الغد إلى نيابوليس ومن هناك إلى فيليبي. موقفش، واضح أنه موقفش في نيابوليس. إيه الحكاية؟ موقفش في نيابوليس ومن هناك إلى فيليبي على طول. نيابوليس دي واضح أن هم سابوها بسرعة
لان ما كانش فيها يهود، وذهبوا على ايه؟ على فيليبي اللي فيها يهود، حتى لو كانوا يهود ايه؟ بره المدينه، حتى لو كان صاله الاجتماعات مش مجمع ولا حاجه، بره المدينه عند النهر. عايزين نقول فيها ايه؟ عايز افكر مع حضراتكم كده، وحضراتكم تفكروا معايا. اليهود كانت عندهم النبوات، كانوا ملتزمين بالدين جدا. انا بتكلم اليهود مقارنه بالشعوب التانيه كلها، عندهم النبوات، الانبياء بيجوا عندهم، ملتزمين جدا بالدين، ملتزمين بالطقوس، وملتزمين بالشرائع، وملتزمين بالناموس. التدين مهم جدا عندهم، الطقوس مهمه جدا عندهم، في طرق اكلهم وفي طرق تصرفاتهم في السبت وحفظ السبت والكلام ده كله. قضيه ربنا عندهم جوهريه، مش على مدى السنين قضيه ربنا، يعني فكره ان ربنا موجود والكلام ده كله ابتدى تخفت. لا، على مدى السنين لا، عندنا ربنا وثابتين في ان الله موجود والكلام ده كله، وان الله موجود مش اوثان موجوده بتتعبد، فكانوا ثابتين في الفكره دي. رغم طبعا احنا بنتكلم على العموم، ورغم الحالات الشاذه اللي كانت بتحصل والحالات القليله اللي كانت بتحصل، زي مثلا لما خرجوا من مصر ومتاثرين بالعبادات اللي كانت حواليها، عاشوا في مصر 400 سنه، ولما قالوا لهارون ابننا عجل، والقصص دي. بس العوام في العموم طبعا في فكره ربنا موجوده، في الدين موجود، الشرائع، الذبائح، الكلام ده كله، التطهيرات، كل ده. دي اول نقطه. النقطه اللي عايز اقولها تاني، ده اليهود اللي بالصفات دي ربنا سمح انهم يتشتتوا في العالم كله ومع مختلف جنسيات. دي نقطه تانيه نحطها في بالنا. ربنا استخدم ده وجاء من نسلهم، وبسبب تشتتهم في العالم كانوا هم بوابة الدخول المسيحية لهم وللعالم. فكروا فيها كده حضراتكم، ربنا عنده خطة. يبقى جه منهم، بعت لهم النبوات، كانوا متمسكين بالله وبالدين وبالنبوات وكل الكلام ده كله، وبعد كده سمح في أوقات معينة إنهم يتشتتوا في العالم كله، ولما يتشتتوا في العالم كله يعيشوا ويسكنوا ويكتسبوا لغة ويكتسبوا حقوق ويعملوا مجامع هناك. فلما يجي بولس الرسول في ملء الزمان في ذهن الله، يستخدم بولس الرسول هذا إناء مختار لي، فيقدر يبتدي منين؟ يبتدي من المجمع. يبتدي منين؟ يبتدي من الحتة دي، يبتدي من الحتة دي، وهكذا. طبعا مش معناها ان ربنا كان بيستخدمهم بس انا ليا هدف انا هوصل له. ما هو ماري مرقس لما جه هنا يعني ما كانش فيه مجامع يهود ولا اي حاجه، بس يعني انا عايز اقول ان الله مش هيقف على انه بس يعني يدور على مجامع اليهود علشان يبتدي منها. لا طبعا، الله عنده كثير ويقدر يعمل بكثير وبقليل. بس انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل مقارنه بسيطه كده. المصريين وان وقت الفراعنه برضو كان عندهم الحس ده، حس ان ممهد لوجود الله. يمكن ما كانوش يعرفوه، بس يمكن انا ذكرتها حاجه زي كده، يعني مفتاح الحياه، قصه دي قصه، حاجات زي كده. حتى في القصص الخرافيه اللي كانت بتشير الى التثليث وايزيس وزوريس والكلام ده كله، ادت لهم تمهيد فطري بالله. المصريين بقى في العصر الحديث اللي حصل معاهم، المصريين في العصر الحديث ربنا سمح انهم يهاجروا اماكن كتيره، يهاجروا لهاجر نورث امريكا، لهاجر ساوث امريكا، لهاجر استراليا واوروبا، ويبقى لينا افريقيا، ويبقى لينا فيها كنايس في كل مكان، كنايس ارثوذكسيه في كل مكان. قد يتكرر ده في المستقبل، ويعرف الجميع المسيحيه والمسيح من عن طريق الكنيسه القبطيه. حتى لو احنا مش هنبشر، حتى لو ربنا هيستخدم بولس رسول جديد، بولس رسول آخر جاي في ملء الزمان عند ربنا، يستخدمه لأن يعرفوا طريقه، علشان كل الناس دي تعرف طريقه. ساعتها مش مطلوب مننا أكتر إن احنا نكون موجودين فين؟ في كنيستنا، في بيته. بولس الرسول استخدم المؤمنين اللي موجودين في المجمع، وهم دول اللي كانت النواة وخرجت منها المسيحية. تخيلوا، يعني تخيلوا كم مجمع في كم مدينة اللي حصل عمل مسيحية في العالم كله بالمنظر ده. هل إحنا جاهزين إن ربنا قد يستخدمنا في خطة زي كده؟ دورك
مش محتاج انك تبشر، مش محتاج انك تقول اكتر من انك انت بس تكون موجود في كنيستك، مواظب على كنيستك، مربين اولادنا في كنيستك. وساعتها لما ربنا يجي يستخدم اناء اخر مختار ليه علشان يعرف ناس تانيه عن طريق الروح القدس اللي يقول لهم لا دلوقتي بقى ايه، جه الوقت للقاره دي، جه الوقت للبلد دي، جه الوقت للمدينه دي، ساعتها يلاقي في مكان كنيسه ارثوذكسيه تقدر تنتشر من، او كنيسه عموما يعني anyway يعني تقدر تنتشر منها. انا بس بتكلم علشان نفسنا احنا، يعني احنا اللي ناخد المفهوم، واحنا اللي ناخد الدرس، واحنا اللي ناخد الرساله من ربنا. حاجه طبعا يعني علشان حضراتكم تتاملوا فيها وتحطوها في ذهنكم، نطوا من بلد لبلد بناء على موجود فيها يهود ولا ما فيش موجود فيها يهود. يبقى اذا هل ده ممكن يحصل في المستقبل؟ يقدر يحصل في المستقبل، وانا علي دور وانت عليك دور وكلنا علينا دور. تمسك بما عندك علشان لما الوقت يجي نكون متمسكين بما عندنا من يصبر إلى المنتهى. آية 14 و15، فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بياعة أرجوان من مدينة تياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى مكان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا أرجوان. أرجوان ده لون صبغة أحمر يستخرج من الصدف، كانت بتتصبغ بيه الأقمشة اللي بيلبسها الملوك والعظماء، بيظهر حتى في الأفلام يعني، حتى يبقى له لبس وكل حاجة بس لابس كده إيه حاجة فوقيها حمراء، اللي هو ده القماش الأرجواني ده، ده يبين على طول الأحمر، ده اللي يبين إن هو من الملوك، من العظماء، من الأغنياء. فطبعا هي كانت حتى بتتعامل مع ناس عظماء وبأنواع فاخرة من القماش، من القماش. فعشان كده طبعا وجود امرأة بالليفل ده بتسمع للقديس بولس طبعا كان حاجة مهمة وكان ليها وزنها برضو. يعني نقدر نشبهها دلوقتي بأفخر أنواع الفاشن اللي في العالم، يعني حاجة زي كده. تياتيرا، تياتيرا دي مدينة في آسيا الصغرى، وهي معاها علاقة تجارية قوية مع مدينة فيليبي. احنا كنا واقفين فاكرين عند فيليبي بسبب شهرة تياتيرا في إنتاج الأسباق. يعني هي من تياتيرا، هي أساسا من مدينة تياتيرا، بس احنا بنتكلم دلوقتي في فيليبي. فكان ما بين المدينتين دول في علاقة تجارة قوية، ودي كرس فيها القديس يوحنا الحبيب، ودي ذكرت في سفر الرؤيا في رؤيا 1:11. تياتيرا دي جت سيرتها في رؤيا 1:11. متعبدة لله، هي أممية بس اتأثرت باليهود وأحبت التعليم المسيحية عن طريق أقوال القديس بولس الرسول. إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب، يعني إيه حكمتم إني مؤمنة؟ يعني اعتبرتوني، لو كنتوا اعتبرتوني مؤمنة بدليل إنكم أتممتم طقوس معموديتي أنا وأهل بيتي، أنتوا عمدتوني. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة، أنا مؤمنة بدليل إنكم عمدتوني، اعتبرتوني مؤمنة، فادخلوا بيتي وامكثوا. عزمت عليهم أنهم يدخلوا بيتها. طبعا هم ما كانوش عايزين يتقلوا عليها، وإنما هي يعني كانت متمسكة بده. فألزمتنا، يعني عزمت علينا جامد يعني. فيعني برضو بتوضح أن القديس بولس مترفع، يعني يترفع على أنه يخش هو ومعاه رفقائه اللي بيبشروا بيت ليديا، ومش عايزين يعني يتعبوها وكده أو يتقلوا عليها. وهو دايما كان يقول: حاجاتي وحاجات من معي خدمتها هاتان اليدان. فعلشان كده كان عنده شخصية اللي هي خجولة المترفعة، مش عايز إلا أنها ألزمتنا. كان عندها محبة لإضافة الغرباء. آخر ثلاث آيات ونختم بيهم ونقف عند الحدث ده، 16-18. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال:
أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. كانت تكسب مواليها، مواليها دول اللي هم الأسياد بتوعها، سادتها اللي مشغلينها بالبلد، يعني الناس اللي مسؤولين عنها مشغلينها. ليه؟ كانوا يستخدموا إن عليها روح، وقصة إنها تعرف الـ يعني الغيب وكده، عرفتها في إنهم ياخدوا منها فلوس، بيربحوا من وراها. القصص اللي حضراتكم ممكن تكونوا عارفينها بقى من الحاجات اللي زي كده طبعا. فكان السادات هدول طبعا بيكسبوا من وراها مكسب كتيرا جدا بعرافاتها، ودي شغلانة العرافة يعني. وهذه اتبعت بولس، اتبعت بولس يعني تتبعت بولس، فضلت وراه، فضلت وراه في كل تحركاته، وصرخت قائلة هؤلاء الناس هم عبيد الله. فضلت وراه في كل تحركاته. وده الشيطان يجي ورا المبشر كده ويبقى، او الخادم، ويبقى وراه وكل تحركاته، ويشوف هو بيعمل ايه، ويشوف الخدمه ماشيه ازاي علشان ينتهز الفرصه الصح، الصح بالنسبه له، علشان يحاول يعطل الخدمه دي. هقراها تاني وهنطلع منها حروب الشيطان في الثلاث ايات دول. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة، كانوا ذاهبين إلى الصلاة، جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا، وصرخت، إيانا برضو هنا بيتكلم ضمير متكلم لؤة، وصرخت قائلة هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. ذاهبين إلى الصلاة، هذه أول حاجة يعني. طيب يعني إذا بدأت الخدمة، اعدد نفسك للتجربة. يعني إذا ابتديت تمشي مع طريق ربنا، إذا ابتديت تقول لا 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 أنا هاخد بقى يوتيرن يعني هتوب، يوتيرن بدل ما أنا اللي أنا الطريق اللي أنا ماشي فيه ده، أنا هرجع عن الطريق اللي أنا ماشي فيه، هتلاقي الشيطان متضايق، واقف طبعا متضايق. فاحنا لا نجهل افكاره، تبدي حرب. طب انا عايز اصلي، هتكون في حرب. طب انا عايز اقرا الانجيل واركز، هتبقى في حرب. طب انا عايز اخش على بايبل ستادي ونحضر بايبل ستادي، هتكون في حرب. طب انا اثناء البايبل ستادي هتكون في حرب. حرب هسرح، حرب اي حاجه. واثناء الصلاه الواحد بيسرح، اثناء القداس ممكن في حروب برضه. فدي اول نقطه، تشهد لبولس. العرافة فضلت تشهد لبولس وتشهد للمسيح وتشهد لبولس انهم عبيد الله. طب هي دي حرب؟ نوع من الحرب. ما هي ريتها تشهد للمسيح، ما لم تشهد للمسيح صراحة. اللي حصل ايه؟ قالت ايه؟ هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم طريق الخلاص. ادي بذرة كبرياء، ادي بذرة كبرياء. شهدت لبشر ان الكبرياء يخش كده ويقول الله، طب انا بقى مش سكتوها، مش هقول لكم اي حاجه، مش هبشرك، مش هقول لكم اللي عندي. يعني ممكن تخش بذره الكبرياء من اي مكان، بس ادي حرب تاني من حروب الشياطين، انها ممكن تخش منها علشان تحاول تكسر الرسل دول. الموقف ده حصل مع السيد المسيح في مرقس 1 من 23 ل 26. نقرا ايه؟ وكان في مجمعهم رجل به روح نجس، فصرخ قائلا ما لنا ولك يا يسوع الناصري، اتيت لتهلكنا؟ انا اعرفك، من انت؟ قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا اخرس، اخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. مرقس 1 من 23 ل 26. قديس بولس هنا متعلم جدا لتعاليم السيد المسيح، ومتعلم جدا معلمه، وتلميذ بالحق لمعلمه. والموقف ده هو اللي خلاه يتصرف كده مع المرأة اللي كان بها روح عرافة. بالمنظر ده ضجر بولس، التفت إلى الروح وقال أنا أمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. نفس اللي عمله السيد المسيح. الله، دي تزعلك في إيه؟ ده بتشهد لك يا بولس، ده بتقول أنتم عبيد الله العلي، ده أنتم اللي عندكم طريق الخلاص. ايه الكلام اللي يزعل في كده قديس بولس؟ ولكنه تشبه
بمخلصه. هو انا عارف ان الموضوع ده لا مش بتشهد للمسيح، لا الموضوع ده مش صح، الموضوع ده غلط. ليه عمل كده القديس بولس؟ لسببين. اول حاجه، لا نقبل شهاده للسيد المسيح من الشيطان. كذاب وابو الكذاب، لا نقبل شهاده. لما ناخد شهاده ناخد شهاده من الشيطان. تاني حاجه، هو يريد ان يشهد له اليوم علشان يجذب المؤمنين غدا اللي حول قديس بولس غدا. ليه؟ يعني الناس اللي حاضرين النهارده لما يسمعوا الست دي اللي بيها روح عرافه تقول يا ده انا كنت حاضر معاك، ده انتوا ما حدش منكم رفع صوتكم زيي، انا اللي رفعت صوتي وقلت وشهدت ليهم وقلت لهم ان انتم عبيد الله العلي. انتوا اللي عندكم طريقه الخلاص، انتوا كلكم كنتوا ساكتين مش عارفيني ده انا كده. فيفتكروا انها واحده من التابعين او واحده مؤمنه جديده، وتبتدي تدخل السم في التعليم، ويبتدي الناس ينساقوا ليها. اه صح، احنا شفناها حضرة اجتماع بولس الرسول، اه واحنا كمان شفناها حضرة، اه وانا كنت قريب وكنت سامع بالظبط اللي هي بتقوله. فعلشان كده هو عايز يشهد اليوم، بس بكره عنده غرض تاني، عايز اجيب الناس اللي حوالين بولس الرسول اشككهم في ايمانهم. ما هم دول مؤمن حديثا، اذ لم يكن له اصل، جف بذره جديده لم تكن لها اصل، اصل في الايمان، اصل في خبرات روحيه مع الشيطان، ما يعرفش، سهل زي الريح كده توديه وتجيبه زي ما هو عايز. فهو بيشهد بس مش بيشهد للمسيح، ومش بيشهد بغرض نقي بقلب نقي، لا ده بيشهد علشان تاني يوم اقدر اجيب اللي حوالين القديس بولس المؤمنين الجدد دول، اقدر اضحك عليهم، اقدر اقول لهم ان انا كنت معاك، واقدر اقول لهم ان انا بعمل كذا، اقدر اقول لهم روح العرافه بكره هيحصل فيه كذا وكذا 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 وكذا، ودي كلها حاجات شياطين. وده عاده لا نجهة لافكاره، ده اللي بيعمله الشيطان. عايز تصلي يا حبيبي قوي قوي صلي، بس هفكرك باللي وراك، وهفكرك بالايمان اللي لازم تبعته، وهفكرك بالحاجات اللي على البوتاجاز، وهفكرك مش عارف مكالمه التليفون اللي لازم تعملها، ونسيت ترد على فلان، وما اعرفش عملت ايه. عايز تقرا الكتاب قوي قوي، اقرا الكتاب، وهطلع لك 100 سؤال وشككك فيه، وهقول لك الله طب ايه الغلط في ان انا اسال الاسئله دي، اسال الاسئله دي، بس تفتكر كانت دي معنى الايه دي ايه، طب تفتكر الايه الثانيه اللي حصلت دي طب كان معناها ايه، وهكذا لا نجهل الافكار. حاجه ثاني، كل ده من الثلاث ايات دي، حروب الشياطين من ثلاث ايات دي كانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا، الفلوس. والله قال كده لا يقدر احد ان يعبد سيدين، إما الله وإما المال. دخلت المال في الموضوع، الشيطان يستخدمه وبقوة، ونسجها صح، عمل الشبكة صح، عمل إيه الشيطان؟ خلاص، ما هي يا كده كسبان يا كده كسبان، يا إما وقع الناس بالمرأة اللي عليها روح عرافة دي، يا إما القديس بولس لو طلع يعني إما القديس بولس ينتشي وينبسط من الناس اللي بتبريز هيم وبتمدحه وتقول انتم عبيد الله، وكده خلاص ما جرالهاش حاجه، الشيطان اللي على روح العرافه دي، يا اما القديس بولس طلع الشيطان. طب لما يطلع الشيطان، طب ما في ناس تانية اللي هتتاثر ماديا من وراها، اللي بيتربحوا من وراها، الناس اللي هيتربحوا من وراها مش هيسكتوا. فكان عنده الموضوع وين وين سيتويشن زي ما بيقولوا يعني. بس داخل فيها ايه؟ داخل فيها الفلوس، داخل فيها المال، تكسب مواليها سادتها يعني الأسياد بتوعها مكسبا كثيرا، بيشغلوها لحسابها. لو خسروا مش هيسكتوا، لو خسروا هينصب غضبهم على مين؟ على بولس ورفقائه. يعطلنا بولس فبطل بشارة، يطردنا من هنا فبطل بشارة، فالإيمان برضو ما دخلش هنا، خطة الشيطان كالعادة. خطة تانية، وكانت تفعل هذه أياما كثيرة، أياما كثيرة. طب هو اللي عايز يشهد هيشهد النهاردة وأياما كثيرة لدرجة أنه يضجر بولس؟ ما هو اللي بيشهد بيشهد مرة وخلاص، أنت هو المسيح ابن الله الحي، يا ابن داود ارحمني، ما خلاص، ما مرة وخلصت. لكن أياما وكثيرة لا، ده أنت مش غرضك بقى إيه تشهد، أمال غرضك إيه؟ التشويش، غرضك التشويش. ايه مشكلة ان واحدة تشهد لبولس الرسول؟ لا ما فيش خالص، ما فيش حاجة خالص. ادي بقى هنا عارفين بقى قصة منقادين بالروح، الروح القدس اللي بيقودهم، اه يعرف يميز
لا ده مش هينفع، ده هيعطلنا، ده بيشوش، ده بيعمل ديستراكشن، علشان ما يعرفش القديس بولس يكمل رسالته ويكمل عظته ويكمل بشارته للناس ويكمل النبوات اللي بيقولها ويكمل إثبات بالمسيح ويكمل قيامته صلبه كل الكلام ده. لا، تشويش 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 لكي لا يسمع أحد القديس بولس، ولا يسمع أحد كلام القديس بولس، ولا يسمع أحد تعليم القديس بولس. حاجة كمان، العصرة، ضجر بولس. طب خلاص بقى، الناس تقول يا لا لا لا، ما ينفعش، ده رسول وبيكلمنا ان هو كان كذا وكذا 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 وقريب المزارع ويضجر كده وما اعرفش ايه والكلام ده كله. لا 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 لا، فكده نعصر، فكده نخرج ما نسمعوش، يعني ما نقولش، ما ينفعش ان احنا نسمع له بعد ما شفنا ده. حرب الشيطان شفته في الصلاه، شفتوها في كسر، عايزين يكسروا بولس بالكبرياء، شفتوها في الفلوس، شفتوها في مين يشهد لمين، شفتوها في التشويش، شفتوها في العصرة. حربه الشيطان لا نجهلها، وده يعني اللي بيبان على طول أول ما الواحد كده يبتدي عايز يعرف ناس على طريق ربنا، تبص تلاقي الشيطان يتضايق جدا، خصوصا إن كان الناس دي مربوطة في ساقية، بتفكر في حاجات تانية، في عندها اهتمامات أخرى، التجارة والفلوس ومعرفش إيه والكلام ده كله، وأنتوا جايين تاخدوا مني، الشيطان يعني يتكلم، تاخدوا مني يعني الروح دي أو النفس دي. لا طبعا، مش هيسيبها بسهولة. أعتقد ممكن نقف لغاية هنا بنعمة ربنا. يبقى إحنا وقفنا عند أعمال 16، شابتر 16 يعني، لغاية الآية 18، لما القديس بولس أمر باسم يسوع المسيح أن يخرج من المرأة الجارية اللي بيها روح عرافة دي، فخرج في تلك الساعة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، أمين. بسم الله والابن روح القدس لنا أحد، أمين. إلهنا الصالح الحمد ربنا يسوع المسيح من أعماق أعماق قلوبنا يا ربي، بنشكرك، نشكرك يا رب على هذه الرحلة الجميلة اللي بتدينا إن إحنا نغوص فيها ونتحرك فيها ونتعلم فيها يا رب، وندخل يا رب إلى أعماق أعماق البشارة، وكأننا إحنا اللي ماشيين مع القديس بولس، إحنا اللي ماشيين مع القديس بطرس في بشارته، إحنا اللي ماشيين في عظة استفانوس، وإحنا اللي ماشيين في عظة برنابة. نشكرك يا رب لأن ده بيخلينا يا رب فعلا نكون من جوه الحدث، وياريت إن إحنا نقرأ الإنجيل بهذا الفكر، وكأني أنا جوه الحدث، أتعلم أكتر، أسمع أكتر، أحس بيه أكتر، وتفضل جوه قلبي تعاليمه أكتر وتثبت أكتر، فأستمتع أكتر، فما تعطلش في أني ما بفهمش اللي بقراه، ولا ما تعطلش في أني حاسس أن الإنجيل مادة تقيلة، أو حاسس أن الإنجيل ما بفهمش حاجة فيه، أو أيا كان. ادينا رب دايما إن احنا نقرأ بإحساس التلمذة، بإحساس إني أقل ومحتاج إنك أنت رب تسكب علي سكيبا من روحك القدوس، لأتعلم وأدرس وأستفاد وأخزن، زي ما كانت أمنا العذراء كده بتخزن كل اللي بتشوفه، فيطلع رب في الوقت المناسب لأولادنا، يطلع رب في الوقت المناسب لأحفادنا، كلها تطلع جددا وعتقاء، وندي من مثل حي نقول حصل كذا وحصل كذا والإنجيل بيعلمنا كذا وكذا. بركة خاصة رب بطلبها من أجل إخوتي، روحك القدوس اللي بيعمل في داخلهم، وأنا فرحان إنه بيعمل في داخلهم ويطلعوا كل التعليقات الجميلة دي، ده معناها إن الروح القدس يا ربي يعمل ويعمل بقوة. ثبتهم يا ربي، أذكرهم وعوضهم يا رب عن تعبهم وعن وقتهم اللي بيقضوه بيقضوا في هذا الاجتماع. أذكر رب كل إخوتي الحاضرين معنا، أذكر رب كل إخوتي اللي ما كانش ليهم حظ إنهم يخشوا، اديهم يا رب الاستمتاع والانشغال بكلمتك، ليس لنا إلا أنت ربي، ساعدنا وقوينا واحفظنا. أذكر عالم كله، أذكر رب مرضى شعبك، أذكر رب كنيستك وشعبك وخدماتك، من أجل شفاعة أم النور العذراء مريم ملاك جليل ميخائيل أنبا تكلا، اسمعنا عندما نوجه شكرا قائلين يا أبانا الذي في السماوات،
والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا والآن وخلص المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام وسلام الرب يكون معكم.